بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح لسؤال الحلقة. سؤال حلقتنا النهاردة هو احكوا لنا عن مواقف عن صحابكم الجدعان. خلينا نشوف مشاركات حضراتكم. هنبدأ بالأستاذ مسلم الشبراوي، بيقول صباح الخير عليكم، الصاحب الجدع بيبان وقت المواقف الصعبة. ريهام الزلاكي بتقول، ريهام الزلاكي بتقول صباح الخير يا جمانة ويا منة، وعاملة منشن لصاحبتها كلارا حنا بتقول لها برغم بعض المسافات ما بيننا لكن أقرب صحاب لبعض. بوست حلو ومبهج على الصبح، ويلا كل مشاهدينا وكل متابعينا اعملوا منشن لأصحابكم الجدعان وردوا على بعض، وخلينا نعرف منكم أكتر المواقف اللي انتوا تعرضتوا ليها مع بعض وحسستكم ان انتوا جدعان مع بعض. في كمان أم المصريين بتقول صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين، أنا عديت بموقف زوجي اتوفى وكان جنبي في العدة جيراني، ما خلونيش عايزة ولا حاجة ولا حتى حوجوني لولادي. هي دي المواقف اللي بيبان فيها الجدعان فعلا. كل سنة وانتم بخير والشعب المصري بخير، كل سنة وحضرتك طيبة. محمد أبو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها، أنا ماشي بمبدأ سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق، صدوق صادق الوعد، وكان الصديق ده مخلص. افتكر موقف كنت في مشوار وبشتري حاجه والفلوس كانت مش معايا، اتصلت بصديقي وجالي وللاسف الفلوس اللي كانت معاه كلها، يا دوب اشترينا بيها الحاجه ورجعنا انا وهو ماشي من غير مواصلات، بس راجعين بنضحك على الموقف، ولغايه النهارده كل ما نفتكر الموقف ده نضحك على الصديق الجدع وننبسط وننبسط مع بعض. فعلا الصديق الجدع رزق. في كمان ابراهيم محمد بيقول صباح الورد عليكم كل صاحب جدع، وعلى كل صاحب جدع بيقف جنبك في زنقتك حبا فيك لوجه الله مش لمصلحه ولا الحاجه. اميره صبري بتقول الجدع اللي ما يستناش مقابل لجدعنته. عارفه يا جمانه يعني من المواقف اللطيفه اللي انا افتكرها لك دايما، من المواقف الجدعه يعني اللي انت بتعمليها، جمانة لها علاقة خاصة كده بتربطها ببنتي. هو الاثنين بينهم مشاعر إيجابية كتير قوي. فمن ضمن مواقف جمانة الجدعة إن بنتي لما بتفضل تتكلم معاها كتير، جمانة يعني بتتحمل تتحمل تتحمل بلا شكوى أبدا. ودي من المواقف اللي أنا أفتكرها لجمانة. مش هنحكي أكتر من كده. لا أرجوك أرجوك. حبيت أقول إن أنت برضه لا يعني بالعكس، ليه دليلة جميلة. لا جميلة طبعا، ما تقوليش كده، بالعكس ده انا اللي بنبسط. طبعا متأكدة متأكدة. في احمد شيتس بيقول صباح الورد والياسمين كل عام وانتم بخير، موقف لصديق ليا غلطت في حقه وهو سامح، ومن ساعتها وانا حاطط الانسان ده في كفة لوحده لانه فعلا صديق وفي. شمس النهار بتقول صباح الفل والياسمين عليكم، الاصحاب رزق ربنا لينا، مش موقف واحد بس في جدعنة، دي كل المواقف ليهم معايا فوق الجدعنة، ربنا يخليهم ليا ويسعدهم، ربنا يخليهم لك يا شمس النهار. في محمد الشرقاوي هو الصاحب الوحيد اللي استمر يسأل عليا ويقف جنبي وقت احتياجي وينصحني. في الشرقاوي مش جدع. ده أكيد ده أكيد، المصريين كلهم جدعان والله، بس مش عارفة في مواقف كده غريبة يعني أحيانا بتحصل، بس المعروف عننا إن إحنا في المطلق جدعان. زهرة العشاء بتقول صباح الخير عليكم على أجمل برنامج وكل عام وانتم طيبين، من أهل الشرقية، أنا صاحبتي الغالية كل ما أقولها أنا تعبانة تسيب اللي وراها وتيجي في أي وقت. جدعنة المصريين زي ما انت بتقولي فعلا. دعاء أمير بتقول صباح الخير والهنا والسرور، بجد أنا للأسف كل اللي حبيته من صحابي خذلوني وطلعوا أندال، مفيش صحاب ليا غير زوجي حبيبي وأولادي ربنا يحفظهم لي. حماده البهنساوي بيقول افتكر موقف لصاحبي، كان حماية توفى الساعه 3 فجرا في المستشفى وانا كنت في البيت، وعرفت الخبر اتصلت بصديقي وحكيت له، لقيته جاي بالعربيه ورحنا المستشفى وجبنا حماية في العربيه وممشيش وفضل معايا اليوم كله. اللهم ارحم موتانا وموتى الجميع يا رب، اللهم امين. في كمان السيد الوكيل بيقول صباح الخير عليكم جميعا، انا واحد من الناس، انا بحب صحابي جدا وكلمه صاحب مش حاجة بسيطة، لا طبعا مش حاجة بسيطة خالص. جمال مختار بيقول صاحب الجدع اللي تلاقيه وقت ما تحتاجه في الفرح أو غيره، وهم عندي كتير ربنا يحفظهم. طب هقولك على حاجة، انت شو واخدة بالك ان احنا قلنا وارد ان البوست
يبقى في التعليقات انا مش لاقي صاحب جدع، انا مش عارفه ايه، بس ما شاء الله احنا لاقيين ان الناس كلها او الاغلب يعني بيتكلموا عن جدعنه اصحابهم، فده معناها ان الجدعنه فينا. يعني دي حقيقه، بس يعني احنا بنتكلم على احيانا يعني سوء الاختيار. احيانا على فكره بتبقاش مش جدعانه من اللي قدامك، احيانا بيبقى في سوء اختيار، احيانا احنا بنبقى حاطين اللي قدامنا في مكان مش مكانهم على فكره، ودي بتبقى غلطتنا احنا. يعني في شخص انا ببقى متوقعه منه يا نهار ابيض لو وقعت في مشكله هيجي وهيجري، وانا بالنسبه لي هو على فكره بيحبني وبيعزني وكل حاجه، بس مفيش درجه القرب دي بينا، مفيش ما يسمح بينا اصلا العشم ان ده يحصل. الزياده بالظبط، فاحيانا العشم الزياده بيكون غلط، ويكون العيب مش من الشخص اللي قدامنا. فهي لازم تبقى عارف برضو الشخص اللي قدامك مكانه فين، العشره شكلها عامل ازاي، المواقف اللي عديته عامه بيها مع بعض شكلها عامل ازاي. تاني في تفاصيل كتير متهيألي نتكلم فيها انا ومنى على مدار الحلقه في الموضوع ده، لكن على اي حال خلينا نروح لفاصل سريع، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر.